السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك واعف عنا بعفوك يا عفو يا رحيم. بسم الله. اليوم إن شاء الله راح نديروا وصفة تمين بيتزا وفطائر كما تحبوا تسموهم، بالصلصة بيضاء والدجاج والزيتون. وصفة يعني سهلة، راح نديروها بعجينة ثاني سهلة. حطوا شوية تاع زيت وزبدة يسخنوا. أولا نقول لكم على الخبز اللي فات تاع البرجر، لكن حبيتوا ديروه الحليب للأطفال حمروه، ديروا له الصفار كيما مرفين وحمروه مع شوي حليب ولا قهوة، وما تحطوش عليه كي نقولوا القماش مبلل باش يبقى لكم مقرمش هكا. ولا حبيتوا ديروه ساندويتش ديروه كيما قلت لكم، هذه فقط توضيح. وحمروا كيما تحبوا، انا برك عاد الوصفه مش تاع لي ساندويتش، تاع لي ساندويتش باش نحمرها. اللي يحب يحمر ويديروا يعتمدوا وصفه سهله للاطفال، للحليب يدير نورمال العظام مليح وكلش. بعد ما سخنت الزبده تاعنا لازم ديما اللحوم تخليو الزبده الزيت تاعكم تسخن هكا. بسم الله. نحطو دجاج قطعناه قطع وحطيت الثوم معاه، بعد حطوش كشما تاعنا، حطو دجاج ما تكثروش ديما دجاج في المقلاه باش ما يطلقكمش المياه تاعو. خليو هكا ما تكثروش، ديروا بالكوطا كيما نقولو حنا بالدفعات هكا، خليوه شويه يطيب ونديروا له هذيك الساعه شويه توابل. بعد ما الدجاج تاعنا خذا لون من الجهه السفليه راح نحطوا له شويه توابل دجاج تعطيه بنه، شويه توابل نحطوا له، شويه فلفل اسود ما كثرولوش توابل خاطر الوصفه هذه ما طلبش توابل تاع يعني الحمر ولا كل شيء، يجي ابيض. قليل الزنجبيل وخلو شويه ملح طبعا، خليوه يقلى وخلاو نرحيوه، نرحيه على الاخير. هاو الدجاج تاعنا قاعد يتقلى، هاو الزيت هذا ما نرميوهش، دوك كي نحيو اللحم نحطو في مكان في مقلاه وحده، نحطو البصل يتشوح. تحبوا ديروا الفطر في بلاصه الزيتون ديروه. هاي اللحم تاعنا نحيناها بعد ما تقلات، خليوها حتى تطيب هكا مليح. نحطوا دروك البصل في بلاصه هذاك اللحم فيها النكهه، حطوا بصل دوك يذبل يبالكم بزاف مع سنة الثوم، نخليوه يتقلى ثاني تعرفوا يعني حتى يذبل خلاص يولي يتكرمل هكا. زيدوا حطوا له قرص سكر، نحط له شويه سكر باش يجي مليح، وخليه يتقلى حتى يذبل خلاص وفرات. نديروا له الملح طبعا يعني والفلفل الكحل. هاي البصل تاعنا شوفوا كيفاه زبال، خليته حتى زبال خلاص، زدت له درت له الملح وشويه سكر شويه فلفل اسود. هاي دوكا نحيه بس زيدوا نحضروا الصلصه البيضاء. بالطريقه هذه راح يجيكم لذيذ، البصل يحلو بنين ما تحسوش به، ما يبقاش هكا كيما نقولوا حنايا كزكزك. شوفوا الكميه اللي كانت في الاول كيفاه تقلصت، نشفت من السوائل. دوكا نحضروا الصلصة، راح نحط ملعقة نشا ونحط زوز ملاعق، درنا ملعقة نشا وملعقة ونصف فرينة هاهي، ولا ديروها نشا لا حبيتو تزيد تجيكم أخف يعني. نحطو عنا الحليب، عنا كأسين تاع الحليب، قلنا درنا كاس حليب ونزيدو الثاني، ونديروا نخلطوهم هكا، ونديروا لهم الملح، ونديروا فرماج على الاخر، ونديروا شويه زبده. نحطوا درك حط شويه ملح ما تكثروش خاطر راح نحطوا الجبن في الاخير وشويه زبده هكا. صوص بيشاميل بصل البارد يعني راح تزيد طيب مع الخبزات دوكا، خليوها حتى تختار، وكل واحد طبعا يدير على حساب الكميه اللي عنده، قادر ضعفوا المقادير قادر ديروا اقل يعني كل وحده مقاديرها. مهم كاس فرينه في المعتاد تاع البيشاميل، كاس حليب يدي مغرف تاع فرينه ولا نشا المهم. وكي حنا لا حبيتها شوي خاطره تزيدي شويه نص خلاف. هاي بدات تختار كريمه تاعنا،
كتشوفوها يعني عادي هي، لك شتوها خضرت لكم بزاف تقدروا تزيدوا شويه حليب، شتوها خفيفه بصح الفرينه لازم تخلطوها على البارد في شويه حليب وتضيفوها لكان جاتكم مثلا ثقيله الحاجه، وتخليوها تغلي تخفف تثقال. هذه هي متلوحاش هكاك تكعبر لكم تكور يعني. راح نحطوا جبنات، هاي فرماج 3 حبات، فرماج هذا سائل شويه ما يلصق، مهم 3 فرماجات. كمل شوفوا قوام تاعها رائع، درنا 3 فرماجات، تحبوا ديروا 4 ديروا، المهم يعني على حساب واش متوفر واش تحبوا. المهم هاي تحبوا تزيدوا نشا فلفل اسود نورمال، انا نكتفي يعني باللي درت في الاخر. ها هي خلاص دركا واجده خلوها تبرد، دركا نحضروا ان شاء الله العجينه. بسم الله عندنا كاسين من الفرينه هذو الطوال اللي عندكم الكل، ديروهم هنايا في العجانه، تقدروا ديروها بيديكم اللي ما عندوش بيتزا ما طلبش العجين. نديروا ملعقه خميره مملوءه جيدا، مغرف خميره لازم تعود جديده، هاي معمره بزاف. عندنا مغرف سكر ملعقه تاع اكل، هاي مغرف سكر. عندنا 2 كيسان تاع حليب دافئ، هاي نزيدو كاس الاخر ثاني، 2 2 كيسان، حركوهم هكا وخليوها تخمر شويه واحد 10 دقائق ولا، ونكملوا المقادير. هذه عجينتي يعني معروفه السريعه، عجينه 10 دقائق. انا راح نضيف لها حبه بيض ونضيف لها الزبده، هذه نخليوها هكا حتى تختمر ونكملوا. دركا نكملوا المقادير، راح نضيفوا البيضه، راح ندير بياض فقط صفر ندير به الحال الاطراف، تحبوا ديروا بيضه كامله ديروا. راح ندير شويه تاع اكليل الجبل فقط يعني اضافه يعطيها ريحه وفوائد تاعو. راح ندير 3 كؤوس تفارينه ونشوف، نديروا كاس الاول، كاس الثاني، كاس الثالث. راح ندير مغرفه تاع خميره كيميائيه ليفير شيميك، راح نضيف ملعقتي اكل حليب غبره غير ضروري، اللي عندها تزيدها تجيها مليحه، اللي ما عندهاش ولذيذه، اللي ما عندهاش نورمال تكتفي بالحليب السائل. نزيدوا نصف كاس زيت، زيت عادي اللي حب يعني هذه ما توالمش معاها شويه زيت زيتون، يعني الاخرى توال معاها زيت زيتون تاع الصلصه. حطوا ملح ونحطوا ملعقتين زبده ونعجنوا ونشوفوا. ملعقه الاولى تاع الزبده، ملعقه الزبده توزن تقريبا 25 غرام، عليها نقول لكم 50 غرام، 2 ملاعق مملوءه تاع الزبده اللي ما تعرفش الميزان، وما يعادلها زيت 5 ملاعق. ها هي مليانه، ها هي باش جينا طريه. ها هي حطينا كل المقادير، راح نبداو نحركوا. بسم الله نخلط المقادير ونكملوا. راح نضيف الفرينه، راح نزيد نصف كاس تاع الطحين ونشوف. شوفوا انا كاس السادس خليت منه ربع، ها هي خليت منه ربع على حساب الفرينه، مهم تحكم روحها تلم كما تعرفوا البيتزا وخلاص، وتخليوها تعجنوها شويه. نعجنها ونكملوا. لو كان ما تضيفوش البيضه وما تضيفوش الزبده راح دير لكم 5 كؤوس تقريبا مضبوطه، يعني 2 الاولين اللي درناهم مع الخميره و3 الاخرين اللي درناهم مع الماء البواقي تاع المكونات. بعد ما تعجنت ما نخليهاش تعجن بزاف، بيتزا ما تعجنش بزاف، راح نخلي العجينه ترتاح فقط باش نحلها هذا المظهر هذا 10 دقائق ولا، ونديروها نكملوها. هاي العجينه بعد ما ارتاحت شويه درناها كويرات كيما مالفين، ها هي بلا فرينه بلا حتشي، في الصينيه برك تقطعوا تحطوا توزنوهم كيف كيف، واللي ما عندهاش ميزان درعينها ميزان. هاك نحطوهم في البلاطو، فرشوا ورق الطهي الا حبيتوا، ديروا شويه سميد، دهنت شويه البلاصه وندير لها شويه سميد باش يجيو قرمشوا. تحبوا ديروا خطوه دي تحبوا ما ديروهاش هكا ويطلعوا لكم ليه ليه من الاخر. تحطوهم هكا، نحطوهم الساعه يتخمروا،
خليهم يتخمروا كيما هكا ومن بعد ديرهم الحشو. هام الكويرات تاعنا بعد ما انتفخوا نحكموا هذه العجينه ما خليناهاش تخمر تا خمر الاول هذاك الطبطه نص ساعه، درنا فقط استراحه تاعها. تحكموا هذا تحطوه شوي فرينه وتضغطوا هكا عليها، ها هي تربزوا ما تخافوش، كل واحد على حساب الكاس تاعو. بسم الله، ها هي كيما هكا زيدوا تربزوا تا تحصلوا على الحواف هذه باش نحشيوها كيما هكا سهله. كمل سهله، ها هي زيدوا الاخرى كمل كامل هكا. انا علاه ما كثرتش الخميره الفوريه، هي نورمالمون زوج ملاعق باش ما يتخمروليش هذو بزاف وتروح لي الشكل، يعني حاولت نحافظ على الشكل تاعها. عندنا هذا كردون نخربوها شويه هكا باش ما تنفخش. هاي صلصة لازم تعود شوي خاطرة باه ما تخرج لكمش من العجينة. بسم الله نحطو شوية، نحطو شوية بصل، بصل لذيذ كي عاد درنا له الطريقة هذيكا. هاهي هاهي نحطو شوية بصل، زيدو الدجاج، زيدو حطينا بصل زيدو شوية دجاج، دجاج فرمناه شوفوا كيف يجيكم كي التونة يجيكم مليح، تقدروا تصرفوا فيه ما يجيكمش هكا رقيق بزاف. عفوا خشين. نحطوا شوي زيتون، نحطوا الاجبان، هاي حطوا الزيتون، تحبوا تزيدوا الاسود اللي عنده ولا اللي حب، هاي كيما هكا. ونزيدوا لها الاجبان، زيدوا شوي جبن من هذا تاع القطاع انا نسيت عليه، هاي كيما هكا النوعيه اللي تحبوا. حطينا جبن تاع القطاع والزيتون، نحطوا الجبن هذا مبروش مبشور انواع اللي عندكم يعني، هاي كيما هكا. ونزيدوا الاخرين ونحطوه في فرن ساخن، تعرفوا البيتزا تحب فرن ساخن، وهذو صغار الحجم تاعهم ليه يطيبوا. هذه هي وخلاص يعني سهله، فيهاش اللي هذه مليحه للناس اللي ما عندهم ما يضرهم الطماطم في المعده تاعهم. راح نقول لكم على المرحله هذه نسيت عليها انايا، لا من الاحسن تطليو الحواف تاعها هكا في الاول باه من بعد ما تقلقكمش كي تحطوا الحشو. درنا شوي بيض ونديروا جلجلانيه باه تجيكم حمراء على الحواف بنينه. اللي يحب انا عندي الزوج تاعي يحب الحاجه محمره، كل واحد كيفاه يعني، وكل وصفه يعني واش لازم لها. هكا تحطوا لهم السعر بياض البيض ومن بعد توليوا ديروا الحشو كيما هكا. راح نزيد الثانيه نفس الشيء، نديروا الصوص والبصل واللحم والجبن، كملوا كل المقادير كيما الكويرات كيما شفتوا. هذه هي سهله يعني كيما شفتوا، نكملوا باش ما تعطلوش. ها هي شوفوا كيف عطليتهم كامل، نديروا نكملوا نحطوها في فرن ساخن كي طيب نكملوا ان شاء الله نشوفوها. هذه هي نحطوا الزيتون، حطوا الجبن، ها هي كيما قلت لكم دهنوا منا الساعه هكا باش من بعد كي تحطوا الفرماج ما يعطلكمش هكا. وديروا الجلجلانيه تاعكم نورمال هكا، ها ونديروا كيما مالفين ونحطوهم للفرن. الجبن هذا شيدر وهذا تاع سبيسيال بيتزا، وخلاص هكا سهله. درنا الزيتون درنا كل شيء، هاهي وخلاص حطوهم يطيبوا. هاهم الفطائر تاعنا ميني بيتزا وجدوا. لا حبيتوا ديروا العكس تحطوا الاجبان باه ما يديروا لكمش يبقاو طريين، حطوا الاجبان وحطوا فوقهم اللحم وعكسوا العمليه كيما هكا يجيكم كيما هكا كيما تحبوا يعني. هذه هي وبيتزا تحب الحراره مرتفعه وعسوها لا تحرق، وشاهيه طيبه. وكنحل لكم وحده تشوفوها، هاهي حليت لكم حبه هاهي.
نعم هذه هي. وبشاميل تحبوا تكثروا كثروا كي تجيكم بنينه. ولا شفتوها بستلكم تقدروا تزيدوا لها شويه حليب وترجعوها على النار تولي نورمال تطرى. هذه هي، بقاو على خير وشهية طيبه وربي يجيب الشفاء ان شاء الله الناس المرض.